تمكنت الوحدات العسكرية والأمنية من القضاء على إرهابيين خلال المواجهات اللي جدت بحي الكرمة بمدينة القصرين بين الفرق الأمنية والعسكرية ومجموعة إرهابية كانت متحصنة بمنزل بالحي المذكور، طلبت التزود بالمؤونة من صاحب مخزن للمواد الغذائية، وتم علام السلطات الأمنية مباشرة اللي تحولت على عين المكان وحاصرته وقامت بمداهمته وسط تعزيزات مكثفة، وانطلق تبادل إطلاق النار بين الوحدات المشتركة والإرهابيين واللي أسفرت عن وفاة مدنية بلغ من العمر 16 سنة وإصابة عون أمن بإصابات خفيفة على مستوى الساق. اللي صار ما حكيت ماضي ساعة ونص تعليل نسمه في حس من في بيننا شماريخ نتاع الألعاب النارية وياها، خرجت الحومة كل ما رعنا اللي نلقوا معنا الحاكم بكثافة وتبادل إطلاق نار، قالوا له ما تخافش معنا اقعد في دارك، يعرفوه سموه بالاسم فلان، قالوا له اقعد ما تخافش، نقز الراجل من البلكونة هو ومرته وخوه وخلوا لهم الدار. تو تبادل إطلاق نار معناها الحدود الخمسة ونص وما زال هو على عينيكم، معناها تبادل إطلاق نار شيء رهيب، معناها قنابل وكذا واحد. حكيت ساعتين هكاك بدوا يخلعوا في باب جماعة الأمن، الباب اللي بعدنا هذا، ما حكيت ساعتين وربع خلعوا الدار هذه وبدا الكرتوش. المرة الأولى عملوا مداهمة ما غادي ما يقول شيء، وبعد الدار لقوه الإرهابي بجنبنا بالضبط. عملوا المداهمة ومن حكيت ساعتين ونص بدا الكرتوش. ما خلوش لا ديار لا من لا المغادي. وهم في بلاص ما يعلمونا معناها باش نخرجوا لحنا الاخر نهربوا لحنا، ما علمونيش، خرجونا 6 تاع الصباح. من الساعتين لستة ولحنا لهنا كرتوش تخلينا للدار، كون جينا كشفتها كيفاش، الديار الكل معناها كلهم كرتوش. نحن مع حكايه نص الليل ونص ديجا نسهروا في الفيراندا، معناها نسمع في زفيف وكل طليت انا وحماتي نشوفوا لهم في بالنا عركه، خاطر الدار هذه ياسر قاعدين يدهموا عليها، هي حكايه برشا حكايات اخرى. دخلنا من الحس واحد دخلنا جينا لهنا، اول ما دخلنا لهنا اول كرتوشه ضربت لنا الشباك هذا، ديجا نحن مازلنا واقفين لهنا، خلينا كل شيء كما هكاك وهربنا للشومبر اللي انت شفتها خاطر جايه متقيه شوي وسكرنا له. بدا القنابل والكرتوش ماضي ساعه، من الماضي ساعه ونحن قاعدين فك التركينه هذيك وهما يضربوا فينا، تصوري انت كرتوش قاعد يضرب فيك منه ومنه وفي السطح كيف كيف وكذا واحد. هذا وشهد حي الكرمة تجمهر عدد كبير من المواطنين اللي توافدوا منذ بداية العملية على موقع الاشتباكات لمساندة رجال وأبطال المؤسستين الأمنية والعسكرية واللي تواجدوا معاهم إلى حين انتهاء العملية اللي سجلت نجاح للوحدات المشتركة. والشباب الكل معنا موجود هنا، معنا مانيش خايفين، نحن الناس كل مع بعضنا مع الأمن ومع الجيش، معنا في سبيل نقضوا عليها المجموعات هذه ما تساعدناش نحن في لا في حومنا لا في بلادنا لا في تونس لا في القصري، تساعدناش في حتى بلاصة، إن شاء الله ربي يقدر الخير وكذا. لا محالة، هي واقفة لهنا وديجا هما وقت اللي شدوهم الفرحة لهنا، ما نش باش نسوي نزغرت والولاد والرجال الجيش رانا معاكم، هما ديجا خرجوا فيهم وهم ما حبوش يمشوا، فهمت كيفاش مقاعدين مساكين معاهم والكل. هذا وقامت الوحدات العسكرية بعد انتهاء العملية من تمشيط المنزل وحجز قنابل يدوية وذخيرة وأسلحة من نوع كلاشينكوف، وتأتي هذه العملية ضمن العمل الاستخباراتي الاستباقية للوحدات الأمنية.